وبالعودة للزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ لازواني لمدينة واديب، وأكد الوالي على أهمية هذه الزيارة وما سيكون لها من أثر إيجابي على سكان الولاية. كم مباركم بشركم عن جديد أحضر الزيارة مات وأجدد. بصفة رسمية مات وأجدد ولا تبلغنا عنها مؤجلة ولا عندنا لأنها خالقة إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي، وعلى أن ينظم هون مجلس وزراء خاص بمعالجة وبحث وإيجاد حلول المشاكل الولاية كاملة إن شاء الله. هذه الزيارة جاية طبعاً في إطار الاهتمام بالمدينة. هذه المدينة وهذه الولاية اللي فخامة رئيس الجمهورية عاطيهم قيمة كبيرة. ولهنا أذكركم على سبيل المثال للحصر قدر من الأمور اللي تمت معالجتها على الأقل من الساعة اللي عدتنا هون. نبدأ من ميدان الصيد اللي هو اللي مهم عندكم أنتم مدينة صيد، ومادة مرتبطة بتنمية الصيد وفيها الصيادين وفيها المستثمرين في ميدان الصيد. حاجي لي عن خلال السنة المنصرمة ليلو شهر أقلال تم علاج وتقلب على مشكلة السفن التقليدية اللي زايدة على 14 متر، انحلت مشكلتهم نهائيا. دولة متباركة تعالجك، ورئيس الجمهورية طرح الحجر الأساس المشروع دعم المياه اللي جاي من شرب الأنوار، وجاري حالا العمل فيه ليل نهار، واحنا هون قليل شهر ما نزورون نشوفوا تقدم الاشغال فيه، وفات الجهرة 13 بئر ناجحة كاملة، وشبكة والله زاد الأنبوب الرئيسي اللي جاي بالأنوار قطره 80 سنتيمتر، معناها انه حكمه ميطر وموسع اياك يعود نافع الدشره مدتها 40 سنه. واللي منكم فات خالد الدشره من اللي شهر على وك يدور عدد لا لاحظ على الانابيب حكمه لحق المدينه. ومتبارك مع بنيان خزان بسعه 5000 متر كم جبتنا هون في الدشرة مباركة معاه، وانطلقت يوم الاثنين الماضي والنامس انطلقت الشبكة، زيادة الشبكة اللي 43 كيلو طولها 43 كيلو ياك توصل لأحياء اللي ما كان لاحقتهم الشبكة. قضية الماء قضية شائكة يا غير بعد مسيرة أحسن تسيير في انتظار ينطلقوا المشاريع اللي موجودة. فيما يعني الكهرباء تمت هون على مستوى الواديب ومن اللي قبل من السنه توسيعه الشبكه والاناره العموميه على مستوى الاحياء اللي ما كانت مخاطيه بالشبكه العموميه، واللي هون من الاحياء ما لحق الاناره العموميه دوره يلحقهم ان شاء الله. وتمت طبعا تدشين المحطه الهوائيه اللي في سويسيا اللي مقويه الطاقه ومستفاده منها المدينه هون ومستفاده منها البلد كامل ان شاء الله. فيما يتعلق بالصحه فقد تمت إعادة فتح مستشفى التخصصات اللي تقول له مستشفى كوبا، وتم اكتتاب له الفريق الطبي المناسب وتم تجهيزه. هذا جاء من اللي وقد من سنتين الحمد لله. أما فيما يعني المستشفى الجهوي فهو كذلك وجهز بالتجهيزات بقالته، وطاقمه الطبي كانوا عنده مشاكل ف تعويض ليزاسترينت ولا قرب، وهذا كامل وقلب عليه الحمد لله اللي له 5 أشهر والله.